السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب من مكتبي الجديد. يا جماعة الخير، التضحية في الحلقة الماضية ودخلت في سالب 30,000 وكذا خربتها بمعنى الكلمة. يعني لو 10,000 زيادة كذا جستني بالغلط سالب مدري من أي مكان كان خلاص جيم أوفر، وأنتقل باللعبة هذه إلى مليون مليون. يا جماعة أقسم بالله أن فرحة مش طبيعية. المهم نكمل نجاحنا إن شاء الله، نكمل في هالسلسلة الحلقة الرابعة اليوم إن شاء الله. يقولي مرحبا بك في مكتبك الجديد، الآن بما أنك تمتلك مكتبا أكبر يمكنك أيضا توظيف طاقم عمل، وهالكلام قريناه أتذكره. يعني نجيب لنا بس ما نحتاج أحد حاليا إن شاء الله، ما نحتاج ندبر أمورنا نجمع نشوف كم نقدر نوصل. أنا ما أعرف كم الأفريج صراحة في اللعبة هذه، كم يعني تشوف نفسك وصلت مرحلة أنك خلاص بطران. يعني في ناس وصلوا ملايين مئات الملايين، ما أعرف صراحة، ما تابعت أحد يعني وصل لهالمرحلة، تابعت بس بداية اللعبة كذا وتعلمت السالفة وإيش كذا عجبتني. المهم يمكنك الآن تدريب نفسك وطاقمك لتطوير المهارات، فنجرب هذا من خلال إكمال دورة الإدارة والتي هي مطلوبة لتتمكن من تعيين أول موظفينك. تاريخ اللعبة، تاريخ اللعبة تعال خلنا نشوف. يوهوهوهو 1.2 مليون، كنت مستانس هنتر جايب لي 100,000. وين لعبة هنتر هذه حق الصيد؟ والله ولا جابت الا ايش 100,000 يا ربي، والله اني مستانس فيها كثير. وفقا لبحثنا التسويق عن اللعبة المنشورة اخيرا، فاني يا ليل الزحمة كانت مفاجئة للاعبين. يعتبر مطور جيم وورد جديدا في صناعة الالعاب، لكن لا يمكن انتظر لرؤية ما ستقدمه مستقبلا. جهاز الالعاب محمول ينافس كذا، المهم ينافس جيم بوي من نينتندو. متحدث من الشركة قال على عكس الأجهزة المنافسة في السوق التي لا تأتي بربع مواصفات جهازنا المنزلي، لديه نفس قوة ماستر تستطيع أخذه معك في كل مكان. يعني بدأوا يهايطون، لديه شاشة ملونة بالكامل لأن هذاك أخضر، بس قالوا أن الخلفية خضراء، يعني الألعاب كانت كذا تعبانة. هل سيستطيع هذا الجهاز منافس جيم بوي؟ سنرى. أنا للحين ما فكر صراحة أني يا للزحمة لسه تبيع. للأسف الموعد النهائي هنا سيتم تطبيق عقوبة 8000. إيش سالفة؟ إيش سالفة عقوبة إيش؟ إيش اللي 8000 يا رجال؟ خذ تدريب، خلنا نتدرب نشوف كيف نجيب خيارات التدريب. عندي نوعين، النوع الأول إدارة شؤون الموظفين، ما بياخذ النقاط بس بياخذ 25,000. هنا دراسة كتاب جواهر، دعني أفكر، لعبة مصممة قرارات لا تكرر عناصر شفرة ناقص. خلنا نجرب إدارة شؤون الموظفين ب 25,000. كيف التدريب في اللعبة؟ إيش السالفة؟ فلوسي 1.7 مليون. جالس يتدرب الحين، أوكي بعدين أقدر أجيب ناس. ما أعرف يا جماعة أجيب واحد الحين ولا خليه بعدين، أحسنت لغد نهاية دورة الإدارة. أصبحت قادرة على استئجار أول موظفينك، للبدء أغلق هذه الرسالة طيب نجيب واحد يشتغل معنا من الحين، يبي له راتب هالواحد. اليوم تم إصدار منصة لعب جديد بواسطة بينا، لغت تمسح بيالي الزحمة من السوق. بعد 313 توني أشوفها 190,000، تم جني منها مليونين مليونين يا جماعة. يوه أحس أني ختمت اللعبة ولا هذا شيء طبيعي؟ بس والله اللي تابعته ما جابها، تابعت واحد كذا ما كان يجيبها. قائمة الموظفين، خلونا نشوفه، خلنا نتفق نسوي لعبة واحدة زيادة كذا وبعدين نجيب لنا واحد. بما ان فلوس معنا كثير خلنا نستغلها وعلى طول نفضيها كلها بيش في نبحث، يعني نوصل 3D الالعاب الى 3D. انا تفكيري كذا، فخلنا نشوف نسوي ايجاد عقد عمل انشاء محرك خاص. اريد ابعاد ثلاثية. الحين انا اوريدي عندي تخزين لعبة، انا محرك الالعاب اللي عندي هذاك. ما في له يا اخي، ما اريد اسوي بحث. وين البحث؟ ليش ما في بحث؟ اجراء بحث. اوكي تصميم اللعبة، جمهور مستهدف، العاب كاجوال، اسلوب. انا كاني طاير تعليمات اللعبة. طيب خلنا نشوف شغلة ثانية. التسويق مهم، 50,000 واربعين نقطة. احس ان التسويق بيفيدني كثير، فخلنا نروح ندعس فيه. بسم الله، يعني استخدمت كل طاقتي في التسويق. نقاط البحث اقصد. التسويق هذه احس انها خطوة قدام يعني مرة، فاي لعبة بنشرها يا اخي يمشي، اي لعبة بنشرها
راح تحصل تسويق. بإمكانك أن تدخل لخيارات تسويق من قائمة المهام، لكن فقط حينما تكون لعبتك في مرحلة التطوير. خلنا نطور لعبة. يعني بالله إيش على بالكم بطور؟ على طول. إيش كانت يا للزحمة؟ يا للزحمة تو. خلنا نجرب. أنا كنت ناوي أسوي هنتر تو بس خلاص انسى هنتر. كانت محاكاة. المنصة كانت إيش رأيكم ننزلها على منصة نفس اللعبة بس ننزلها على منصة جيم بوي مثلا نشوف الربح. لعبة إيش كانت؟ مواصلات. ما تصير على جيم بوي يا أخي يا رجال، على نفس الشيء كتجربة للعبة هذه، اللعبة الحقيقية مو اللعبة اللي سويها، اللعبة الحقيقية بجرب نسوي نفس الخيارات بالضبط. على الوحش أنا أشهد أنك وحش. ثنائية الأبعاد مطورة كان المحرك هذا. ايوه جاب لي نفس الاعدادات، والله جاب لي نفس الاعدادات بالضبط. تخزين اللعبة بس هالمرة فيها تخزين. ما ادري اذا اول سويت تخزين ولا ما سويت. تعال وين التسويق؟ التسويق وين يا نصاب؟ يا هو وين التسويق؟ قص علي والله، خذ 40 نقطة. الحوارات انا كاتب هنا وشلون الاعدادات الاخيرة اللي سويتها عشان جبت المليون، نفسها محفوظة. خلال شهرين من الان جي 64 ستتم سحبه من السوق. مع السلامة. عرفنا انه بينسحب الكلام هذا. الحين بيجي تقريبا 90% 75% 50. شوف انا كاتبها والله عندي بورقة عشان بس اضبط الجزء الثاني، اصوات اساسية. ضيف كلها ضيف ضيف ضيف. خلنا نشوف النجاح هل بيتكرر. مستحيل يتكرر، بس يعني بما ان الناس عجبتهم التقايم هذه على الجزء الاول كلها 10، مفروض يجيني دعم حتى في الجزء الثاني. الزحمة 2 وصلت. اوفا ممكن يكون افضل. اوكي تكفى 8 روح. تجربة جميلة. انت تعرف الجزء الاول. اوكي ملتوية يا اخي، يقهرني اللي يقولك ملتوية كذا مخي يلتعس. ممتع. شكرا يا اول جيمز، شكرا حبيبي. تقييم حلوة. المبيعات كيف؟ اسمعوا انا اجيب واحد مثل ما وعدتكم. قبل ان توظف احدهم عليك ان تسوق للوظيفة شاغرة. ضع ميزانية الاعلان واختر كيفية اختيار المتقدمين. ميزانية الاعلان وفيها فلسفة واختبار المتقدمين. الميزانية العالية ستزيد عدد المتقدمين، والاختبارات المختلفة ستساعد في ايجاد اشخاص ذوي توازن مناسب بين المهارات. طيب الميزانية اقصى شيء 2,000,000. ميزانية اني احصل شخص كم اقل شيء؟ 20,000. حطه يلا حطه 50,000. مقدمي طلب. لا والله نبي واحد نظيف. خله 100,000 يا شيخ، ولا خله 200,000 يا رجال بيشتغل معك طول العمر. هذا 200,000 كانها واجدة صح. مقدمي طلبات قبل التصفيق. خوارزميات لعبة تجريبية قصة قصيرة. هذه الاختبارات اللي بسوي لهم اياها. خلنا نشوف اللعبة التجريبية اللي يسويها. يبدو ان جيمر قام مؤخرا بالانتقال للمكتب في شركة تكنولوجية معروفة، والان هو يبحث عن موظفين. اوكي شركة معروفة بصنع الالعاب مثل يا ليل الزحمة و يا ليل الزحمة 2، ولقد ورد بانه عمل بداخل كراج الى الان. هذه بداية النجاح، انك تشتغل داخل كراج، هنا يبتدي النجاح. طيب واحد من المعجبين الكثر بيا ليل الزحمة علق: انا لا اصدق بانهم لم يكن لديهم مكتب ملائم الى الان، وتلك الالعاب صممها شخص واحد فقط. اتطلع جدا لالعابهم في المستقبل. الله يسعدك حبيبي والله. شكرا. قد اكتمل البحث عن شاغل المنصب الخالي. يمكنك ان تراجع قائمة المتقدمين ونقوم بتوظيف احدهم لهذا المنصب. لا تنسى بان بامكانك ان تدرب موظفينك لتطوير مهاراتهم. يا اخي صدعت راس للموظفين احس. جونثان بورتر تقدم. خبرته مستوى 1. سرعته قريبة مني 300. هو 299. راتب يبغى 9,000 كل شهر. تكنولوجيا وتصميم 82 117. طيب ما اعرف اوظف سريع ولا انتظر. شوفوا خلونا من السرعة. السرعة بالنسبة للسرعة هو اسرع واحد. طيب بس هذا 117 80 117 80. هذا تصميم افضل.
وهذا واو واو هذا فنان بس شكله بطيء. هذا شوفه فنان 19,000 شهريا. شو رايكم باخذ هذا مستوى 2 حتى هو كويس، ولا اني اخذ واحد كذا مساكين بوجلس اطوره 19,000 شهريا كانها واجد. يا رجال ادعس روح، مبارك لك على تعيين او ايش كان اسمه ما قريت اسمه حتى. استغروا قبل ان يكونوا بكامل جاهزيتهم، حينما لا يكون الشخص بكامل جاهزيته فيمكنك ان ترى شريط الكفاءة امامه، سيتعبى هذا الشريط بشكل بطيء مع الوقت. كويس، ميزانيتنا 1.6. نصنع لنا لعبة جديدة، اللعبة الجديدة الحين هو بيسوي العاب وانا اسوي العاب ولا ايش النظام؟ اسمه زشاري اوين. يلا يا اوين، اوين لاعب انجلترا اذكره القديم ذا. المهم، عنوان جديد، خلنا نسوي عنوان جديد. اختار واحد من هذولا، قموض، اعمال تجارية. زي اللعبة هذه اللي نلعبها الأعمال التجارية صح؟ ولا محاكاة هذه؟ أعمال تجارية، إيش رأيكم نسميها؟ نسميها إيش اسم اللعبة؟ Game Dev صح؟ أبدأ البحث، لعبة خارج السوق، كم باعت؟ قبل لا أطالع الرقم، أنا أتذكر أن هذيك باعت، كم باعت؟ والله ما أتذكر، بس جابت 2,000,000، هذه جابت 200,000، يعني ما تنفع فكرة أنك تعيد نفس هذا. كما هو متوقع في اللعبة. اي صح، انا كنت اريد اطور لعبة اسميها ايش اسم اللعبة دي؟ جيم ديف تايكون، اذا ما خاب ظني والله اسمها كذا، خلني بتأكد. اي بالضبط هذا اسمها يا جماعة الخير. هذا العنوان، ايش اخترنا العنوان؟ اعمال تجارية، يعني هذا عمل تجاري صح ولا لا؟ اختيار تصنيف محاكاة، اختيار المنصة، اوه هنا المنصة، خلاص بنسويها في البي سي، ننزلها على البي سي. جيم ديف تايكون، يعني نفسي انا جالس العب على البي سي. وهذا مبني على النصوص ورسوم ثنائية الابعاد، ثنائية الابعاد نفس هذه بالضبط. يا سلام يا سلام، وين نسخة؟ وين ليه نسخة وين؟ انا ما عندي نسخة، انا اذكر عندي نسخة الوحش، نسيت الوحش والله كويس. نسخة يا حبيبي. جيم ديف تايكون، طيب الحين هي هذه ايش مركزة؟ المحرك خلى النص، اسلوب اللعب، القصة، قصة برضه مهمة. جيم ديف تايكون فيها قصة صح، انك تبتدي وكذا. ما في قصة الا قصة، انت تعيش قصة، تجي تبيع، هل تحس مخي؟ المهم خلنا زي كذا، اسلوب اللعب اهم شيء، اهم شيء اسلوب اللعب. تمام اوكي، لقد خسرنا اوف 143 مشجع. اوكي انا وصلت الى الالاف 2.2. وش هي 143 مشجع؟ مع السلامة، عمركم لا رجعتوا، كنت متعود على 22 مشجع وكذا. المهم الذكاء الاصطناعي في اللعبة هذه، تصميم المراحل، ما في تصميم مراحل، في حوارات، في حوارات كثير. انا احاول جالس اقلد هاللعبه الحين، هاللعبه اللي جالس نلعبها. الاصوات سيئه، الاصوات والله الاصوات سيئه. رسومات حلوه، تصميم العالم حلو، يعني نص نفس ما تقول كذا، بس اللهم الاصوات صراحه ما عجبتني، ها اقل من النص حتى. 1.4 تنقص الفلوس، ما شاء الله تصميم 24، ما شاء الله الأخطاء 9، نقص أخطاء. الحين هذا كان جالس شغال في اللعبة، وين الرقم القياسي دي؟ إيش 13 24؟ أوه تكنولوجيا، تصميم 24، هذا مش رقم قياسي الحين. صباح الخير، هذا توه يوصل رسوم ثنائية الأبعاد، توه يوصل ليفل 2، وأنت تقربت من ليفل 3. حلو، هذا يتلفل معي، يعني شغال معي في نفس اللعبة. هذا لازم ندربه، إذا أردت أن تنشئ ألعابا مميزة جدا وأن تملك فريقا من الدرجة الأولى فإن التدريب هو المفتاح لذلك. لأفضل النتائج عليك بتدريب طاقمك بشكل مستمر، لكن لا تفرط في هذا بوضع العديد من التدريبات في وقت واحد.
طيب انا خليته يخلص هذاك والحين بعطيه واحد ثاني. هنالك خيارات تدريب مختلفه متوفره، بعض الخيارات افضل لزياره زياده مهارات معينه من الاخرى. التجربه هي خير برهان لمعرفه اي تدريبات ما تناسب خططك. من المفيد بان تقوم بامتلاك خريطا من المتخصصين الخبراء في فريقك. ولكن هدف حلو، يعني هذا مثلا كان عنده تصميم 276، خلنا ازيد عنده التصميم واجيب واحد بعدين تكنولوجيا عاليه فيه تصميم لعبه مصممه قراصنه، خلنا هذا 5 نقاط بعد بما ان فيها كلمه تصميم. 276 ها، خلونا نحفظ 276. حلو، جيم ديف تايكون. والله يقيمون نفسهم بنفسهم، هذه لعبتكم قيمونها 7. الاعمال التجاريه ومحاكاه مزيج رائع. يمدحون نفسهم، ممتعه. حلو، 8 8 8 ذيب، ممتعة للغاية. يا سلام عليكم، والله فعلا لعبة ممتعة للغاية. كم الأرباح منها؟ أوه يعلمني، زاد 1 زاد 4 في التصميم. جميل جميل جميل، ما يمدينا نطور اللعبة إلا يمدي. حلو، طيب السؤال وش نسميها؟ تبادل أدوار. خلونا نركز في الفينا، وش رأيكم؟ أحس أنها ناجحة. اختيار محرك الوحش. وش اسم اللعبة؟ بناء المستقبل. والله ما ادري وش اسميها يا جماعه. المهم، الرسومات مبنيه على النصوص ثنائيه الابعاد، ثنائيه الابعاد نسخه 2 محسنه. طيب عمل ممتاز. لعبه بناء، الحين يوم تجي تبني لعبه بناء، قصه قلنا ما تحتاج، اسلوب اللعب مهم، المحرك مهم. طيب مرحله تطوير 2 الذكاء الاصطناعي، الحوارات ما هي مهمه نهائيا، تصميم المراحل مهمه، الذكاء الاصطناعي ها، تبادل ادوار يعني تحتاج حوارات شويه، بس اهم شيء المراحل، تصميم المراحل ياخذ اكثر نسبه. الاصوات في اللعبه ها مهمه، رسومات، تصميم العالم. اوكي تبادل ادوار ما في اخطاء. اوكي، خبرة مكتسبة، ما في شيء جديد، بس حلو وصلنا ليفل 3. وصلنا ليفل 3، يا سلام يا سلام يا سلام. انا للحين ما وصلت ليفل 3. متاح بحث جديد، متاح تجربة افضل للمستخدم، تعديل المراحل، عالم مفتوح. ايوه عالم مفتوح، هاللعبة اللي احتاجها يوم اصمم بولي 2، لازم اخليها ناجحة، بخليها عالم مفتوح وبخليها منظور شو اسمه ثلاثية الأبعاد اللي هي 3D. جمهور مستهدف، تعديل المراحل، ألعاب متوسطة، عالم مفتوح مهم. أيوة ما عجبتهم، لها متعتها. لقد رأيت أفضل من ذلك، يعيبها قصر عمرها المسلك. 6 يلا الذيب مع الناس، 5 ممتع في بعض المراحل. طيب السؤال هو، اللعبة هذه ليش ما تجيب لي نقاط بحث؟ اوه اعطيهم اجازة حينما يقل معدل كفاءته، انقر عليهم واختار اعطيهم اجازة. الظاهر هذا يوم يتعبى، لو جرت بحثا عن اول جزء لمحركك تكون قادر على استخدام هذا في اللعبة، فوق عليك ان تنشئ محركا جديدا يتضمن هذا الجزء. اوكي اوكي، الحين اسوي محرك جديد يشمل العالم المفتوح، يعني يمديه يتحمل عالم مفتوح شغلات كثير. حلو، نسوي لنا محرك جديد الحين، ودي اسوي فيه الصوت الافضل 15 نقطة عشان يكون عالم مفتوح وهو صوت حلوة. حاليا لازم نسوي لنا لعبة جديدة. ما عاد بسوي عنوان جديد عشان لا اخلص نقاط البحث هذه، يعني خلصت نقاط بحث كثير صراحة. وسائل مواصلات، تاكسي درايفر مثلا، وسائل مواصلات، تصنيف، محاكاة، اختر المنصة. الحين بنسوي على البلاي ستيشن، مو البلاي ستيشن، 100,000 رخصة الفينا اوسز هذه. ومتفائل صراحة في التالي، ليش ما اقدر اسوي التالي؟ تصنيف قلنا محاكاة، اوكي مبنية على النصوص، اوكي حلوين، كلفتني 80,000.
قصة ما تحتاج، أسلوب اللعب والمحرك تنقص. الحين حاط المليون كلمة تم سحب بناء المستقبل من السوق. ما أتوقع أنها سوت شيء هذيك باعت، بس ودي أشوف بعد شوي. الذكاء الاصطناعي، خلنا في التاكسي. الذكاء الاصطناعي تصميم المراحل، حوارات، حوارات مش مهمة. وديني السوق، وديني المكان الفلاني، اللوكيشن الفلاني. الذكاء الاصطناعي تصميم المراحل أهم. إيه تعال صح، خلنا نشوف هذه كم باعت. 157,000، والله احنا ندحدر لتحت. اصوات لعبة التاكسي ما تهم، الرسومات مهمة، تصميم العالم اهم. تسويق، يمكن تسويق مؤثر في حصول المزيد من الزبون لكن غالي جدا. من الافضل تجربة بحذر ليرة النتيجة، تستمر كثيرا جدا. انا اتذكر بان التوقيت مهم، لا تستثمر في التسويق في وقت مبكر جدا خلال مرحلة التطوير او في وقت متأخر جدا. هذا مش وقت متأخر اصلا، هي اللعبة تمر على 3 مراحل، يوم يعطوني هذه اللي أزيده ونقصه، فأتوقع الحين في النص. المهم أيضا معرفة أن مهما ضخيت من مال في التسويق فإنه لن يجعل اللعبة سيئة ناجحة، على العكس يمكن أن يؤثر تسويق الألعاب سيئة كثيرا حيث أنه يزعج معجبينك. لا هذه ما هي بسيئة، يعني الألعاب الواثق فيها سوق لها، هذا مقصد كلامهم. تاكسي، هل تريد أن تسوق؟ الإعلام في المجلات يكلف 50,000. الإعلام في مجلات الألعاب يمكنك الحصول على لعبة مشهورة قبل أن تصدر على الرفوف، أو مجلات العروض التجريبية. ديمو، مية وخمسين ألف. بدأ حملة التسويق العالمية في ذلك الإعلان، يعني يشترون لعبة بس من التطبيل ما يعرفون هي حلوة ولا ما هي حلوة. أوف، هذا 500,000. الضجة الإعلامية، هذا تعطيني بوست 8. الضجة الإعلامية، خلنا نعالج الأخطاء. أوكي، ما في رقم جديد ما أتوقع، بس أرقام كويسة إلا والله رقم قياسي جديد. فالتصميم، يلا الحين ليفل 3 وأنا مغمض. ليفل 3 وانتد، ليفل 3، يا سلام يا سلام. إصدار اللعبة، صاحبنا لسه ليفل 2، نعطيه إجازة. تقييمنا الأولي لعبتنا يا تاكسي، تذكرون اللعبة هذه؟ يوه كنا نشوف 10 والله. 8 ممتع للغاية، صاحبنا الأخير بيعطينا 10. 6 7، الحمد لله مش 6. أوكي يا أخي، مش أقل من 7 والله حرام. مسألة مواصلات محاكم مزيج رائع، تجربة جميلة. هفا يا أول جيمز، بدأت أحب ستار جيمز الحين. خلنا نشوف مبيعاتها، هذا نعطيه إجازة. كم يروح طيب يا الحبيب، أعطيتك إجازة طرد. لا ما نبي نطرد. إيه خلاص راح، عشان كذا راح اللون من عنده. المهم خلنا نسوي عقد عمل لما نشوف المبيعات إيش صار عليها، ورجعتني للمليون. هذا ما أرسلت إجازة والله، يرجع سري سريع. اليوم ننتدو أعلنت عن خليفة الجهاز المشهور TES إنه أفضل. ووو، الحين بنسوي المحرك الجديد، قلنا بالأصوات عندي نقاط بحث 15 أتوقع يحتاج الأصوات. ويبدأنا خيبضا، قبل أنسى أريد أسوي بحث حق الأصوات. أنا الحين أسوي شيء دقيقة، إجراء بحث حق الأصوات، صوت حادي. أوكي، أتوقع ما بتجيني هذا لين ما أجلس أطور الشغلات اللي عندي أسوي بحث فيها. ما راح أسوي بحث عناوين جديدة، راح أتم في اللي عندي عشان أوفر نقاط بحث، كل شوي أدفع لي 10 في العناوين. إنشاء محرك خاص، الحين بيمدينا نسوي تخزين لعب، عالم مفتوح وقصة خطية، وبعد شوي راح يفتح لنا الصوت بعد ما يخلص هذا. يعني محرك جبار، وبتشوفون الفرق بعدين في الألعاب. أوكي، تاكسي انسحبت من السوق، خلنا نشوف كم بعت. 300 حلو والله حلو. بدينا نرجع. إيش الصوت هذا؟ اكتمل صوت الأحادي. أوكي شكرا لك، لأن ما ودي كل شوي تجي تسوي لك محرك وتضيف فيه خصلة واحدة بس، فهمت؟ يعني المحرك أنا القديم كان فيه عندي رسوم هذه وعندي تخزين لعبة، فأنا أريد بس أضيف عالم مفتوح وصوت حادي، أبغى أضيف شغلة ثالثة. نزيدنا اللعبة بما أن الفلوس موجودة. عنوانها تدري إيش؟ ربي لا خربها، بسويها بولي 2 بعد ما أسوي المحرك الجديد. إنشاء محرك خاص، الوحش 2، الأمل، والله لأسميه الأمل. تكفى، ضبط وضعي، اريد اشوف 2 مليون. الحين طمعت فيها كل شيء، قصة خطية فيها مدري ايش،
ها 150 ألف للأمل. اشتغلوا اشتغلوا. اليوم تم إصدار. أوكي يلا متحمس أنا. محرك 100 ألف. استثمر أكثر من 100 ألف في محرك. أوكي أعطاني achievement. محرك ألعاب جديدة خاص بك الأمل اكتمل الآن. أوكي ويوم أصمم اللعبة إن شاء الله ما أنسى موضوع تسويق. بسوي تسويق 200 ألف. 150 ألف ما كان فيه 200 ألف، فيه 50 ألف والثاني 150 ألف. يعني بخربها مرة ثانية على نهاية الحلقة. بسم الله. تطوير لعبة جديدة راجع لكم بقوة. اختار العنوان مدرسة. هي مش مدرسة، هي لعبة مدرسة. احس ان الغلطة تكون هنا، تخليها إثارة وتخليها مغامرات. هي مغامرات على الجهاز الجديد. روح يا مدير. نعم سوبر تيس عجبني شكله مع التخزين وكذا. اختيار محرك الأمل. ها هنا الأصوات وكل شيء اللي طورناه صح. 500 ألف. وصلنا لنص مليون. والله ما أدري حسه كله مهم يا أخي. خمسمية واحد. تصميم العالم مهم جدا. رسومات أهم. صوت. الحين سوي تسويق. الحين سوي تسويق. تسويق بمية وخمسين ألف. وروح هذا أكثر عام قدمت نموذج سمى بلاي سيستم. هلا والله بلاي ستيشن. هلا والله. بوني تعاونت مع نينتندو ممتكرة جهاز الألعاب المحبوبين والناجحين تي اس تيس. تطوير ما هو أساسا جهاز سوبر تيس ومحرك أقراص مضغوطة. هذا سيكون أول جهاز ألعاب يستخدم محرك أقراص مضغوطة. صحفيين حول العالم في حيرة حيث أنه وبعد يوم واحد من إعلام بوني ونينتندو بالإجماع على بلاي سيستم في مؤتمر ترفيهي قد انقلبت الأمور للأسوأ. ليه انقلبت الأسوأ؟ ما فهمت. أعلنوا اليوم أنهم سيلقون المشروع وعوضا عنه سيسعون لتطوير جهاز ألعاب جديد مع شريك مختلف. هذه القصة الحقيقية اللي يوم من جد كانوا بيشتركون. وشان التوزيع لأن عمل الشركة لم تكن في صالح نينتندو لإعطاها بوني الكثير من السيطرة. بوني اللي هي سوني صدم فيها. الله يرجيكم. نينتندو وفوني قلبوها سوني. والله توني افهم. اوكي يظهر انها هذه نهاية جهاز بلاي سيستم. شوف يعني حاكون الواقع ان خلاص بلاي ستيشن بتموت. شوف كيف بلاي ستيشن. طيب الضجة الاعلامية ما بتزيد. طيب لو خليت الوقت كذا ما ضغطت انها. التصميم 30 اكيد رقم قياسي. 31 خلاص كلهم رقم قياسي. يا اخي هذا لو يجي هنا وهذا الازرق يجي هنا عشان يكونون فوق بعض. ادعس يا مدير. ليفل 3 كله ليفل 3. خوي ما وصل ليفل 3. اوين لسه والله في نص 2. كيف يوصل 3 نفسي؟ حلوه هي يكون افضل من البوس. يقول لك بحث جديد متاح. مشاهد بسيطه حوارات افضل. رسوم ثنائيه الابعاد نسخه 3. رسوم ثلاثيه الابعاد نسخه 1. شوف القهر. انا كنت اري ثلاثيه الابعاد وقلت بنزل بولي 2 في ثلاثيه الابعاد. خلاص تيس سحبوه من السوق مع السلامه. يلا تغايم. ترى شوف 10 لعبه عظيمه. والله انت الاعظم يا ستار جيمز. والله انت الاعظم. ممتعه للغايه. وصدقون لو كانت على ثلاثيه الابعاد كانت احسن. جيده جدا. خلاص ما انت خويي. ما انت خويي. لا 10 تصير خويي من جديد. لعبة مميزة. يلا شكرا شكرا. تغيم حلوة وخسرنا فيها كثير. تسويق 150 ألف واللعبة لحالها خسرنا فيها. تاريخ اللعبة دقيقة. كلفتني 400 ألف يا رجال. كم بتجيب؟ والله ما بختم المقطع إلا أشوف كم بتجيب. آخر لعبة صدرت من قبل وقامت تلقى تقييم إيجابي على المستوى الكلي. طه جيم ستار قائلا بانها لعبة عظيمة. لو استمر جيمر على هذا النحو فقد يصبحون مفضلين لدى المعجبين. حبيب قلبي والله وصلنا 3.8 ألف. على طول ما في اللي تصمم لعبة ورا لعبة. ايوه ودي اشوف كم جابت. كم تتوقعون؟ 732 ألف. 732 شفتها 104. قلت ايش اللي 104؟ كنت بغسلهم يعني. جابت الربح وزيادة.
جابت حدود 300,000 ربح تقريبا تاريخ اللعبة، 339,000 ربح. كويس والله كويس. بس الحين شغلي الشاغل بيكون على ايش؟ على البلايستيشن. فان شاء الله بنشتغل على العاب كثير. سامحوني طولت عليكم في هذه الحلقة، ان شاء الله نالت اعجابكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، ونشوفكم ان شاء الله على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.